نظمت جمعية المدينة للمحافظة على تراث ولاية عنابة زيارة تاريخية للمدينة القديمة في إطار إحياء ذكرى 60 لعهد الاستقلال والشباب. خلال هذه المدينة عرجت الجمعية على أهم المحطات المتعلقة بتاريخ المقاومات الشعبية، الحركة الوطنية، وثورة تحرير المباركة بمدينة عنابة. خلال هذه الزيارة عملت الجمعية على استهداف أكبر عدد ممكن من مواطني مدينة عنابة وخاصة الطلبة والشباب للتعرف على التاريخ الثوري الكبير لمدينة عنابة الذي لابد من إخراجه من الأقبية للعلن. هذه المدينة شاركت بقوة في حرب التحرير، شاركت بقوة في الحركة الوطنية، شاركت بقوة في المقاومات الشعبية، ولابد من التعريف بكل هذه المحطات ومن هو البناء عليها، بناء مستقبل الأمة الجزائرية والقطر والوطن الجزائري. فيزيت يعني شفناها مليحة، شفنا الأثر تاع الجزائر، الأثر تاع النابة، الحمد لله. جميل شفتنا هذا، كاين حوايج نعدي عليهم بصح ما نشوفهمش.